الإيفنت اللي جاي اللي تعالى الحين له مسيرة الأمل لسرطان الثدي من فريق عبارقة التطوع. الخربطة اللي تستوي فيني يوم أجري مو بعبارقة عباقرة. السلام عليكم، how are you؟ أنا مريت عليهم وأنا سايرة فعطوني هذه، بصور لكم أول ما أوصل. عليكم هلا والله، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ الله يعطيكم العافية. هلو، how are you؟ beautiful ما شاء الله. السلام عليكم. شوفوا الجمال، هذم الدلات أحسهم غطي عليهم. يبدون المسيرة. الله عليكم، سلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله، تعرفون أنتوا ليش جايين اليوم؟ شو عندكم اليوم قولوا؟ مسيرة الأمل الوردية. ما شاء الله ما شاء الله، تعرفون شو يعني مسيرة الأمل الوردية؟ شو يعني؟ ها ها تفضلي. مسيرة الأمل الوردية هي من أجل أن نقوم بتشجيع مرضى سرطان الثدي. ما شاء الله، صفقولها صفقة تستاهل. تمام. منال كوثر، هلو. هلا 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 هلا، أحلى مسيرة. من هذا المنبر ندعو جميع نساء العالم لفحص المبكر مرضى سرطان الثدي.